هاي، انا اليوم عند دكتور محسن، حساله عن الهالات السوداء وكل اسئلتكم اللي انتم سالتوني اياها. تعالوا ندخل عنده. دكتور مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. بدنا نسالك اليوم على الهالات السوداء لانه اجانا كثير اسئله عليها. هل صحيح السواد تحت العينين له علاقه بالتقدم بالعمر؟ صحيح، الحقيقه الموضوع السواد تحت العين له علاقه بموضوع الايجينج او التقدم بالعمر، فمنشوف انه كثير من الناس اللي ما كان عندها هذا الموضوع ممكن يعني بعد عمر معين يصير عنده. طبعا بسبب كثير عوامل لها دور، بسبب تغيرات بتصير بالجلد، سبب انعكاسات نوع من انواع الهرمونات كمان على الجسم، بنشوف هذا الموضوع. دكتور، هل صحيح التعرض للشمس بيزيد الهالات السوداء؟ بالنسبه للشمس صحيح، لانه نحن جزء من السواد الموجود تحت العين هو عباره عن تصبغات، وهالتصبغات هي بتزداد مع التعرض للشمس او مع التعرض حتى وهج الشمس. دكتور، الموبايل بيأثر على الهالات السوداء؟ هلا بثوره التكنولوجيا، الموبايلات، الاجهزه الالكترونيه، التي في، الكمبيوتر، حقيقه كثير عم تأثر كمان على المنطقة، لأنها بتعمل تعب للعين. العين بشكل عام بترف كل فترة، يعني في لها طريقة معينة لتريح فيها. لما بنستخدم الأجهزة بتخف هذا الموضوع، بالتالي بيصير في تعب وإرهاق للمنطقة اللي تحت العين. دكتور، في ناس ما بتعرف تنام من غير ما تلعب كاندي كراش قبل النوم، شو بدك تنصحهم؟ حل إنه يكون في بريكس بهالقصة، وأهم شيء ما نفتح الموبايل بالليل. يعني ونحن نايمين متسطحين فاتحين شاشة الموبايل المضيئة اللي موجهة مباشرة على عيوننا والإنارة مطفية، فأنا بشوفه هذا أسوأ شيء بيصير. دكتور، قريت أن نقص الحديد له علاقة بالهالات السوداء. حقيقة بموضوع الهالات السود كثير بنحكي على موضوع فقر الدم، الأنيميا بنسميه، وخاصة إذا كان بنقص الحديد، فبنحاول إنه نصحح هذا الموضوع. وبيكون في أعراض مرافقة له، بيكون في تعب عام، بيكون في شعور بالدوخة أحيانا، فهذا كله عادة بيرافق موضوع فقر الدم، وبيأكد لنا إنه سبب مهم من أسباب الهالات السود هو فقر الدم وبنقص الحديد بالذات. دكتور، قالوا لي السواد أنا تحت عيني لأنه الوالد عنده سواد تحت العينين، هل هو فعلاً العلاقة بالوراثة؟ الوراثة حقيقة لها دور مهم كتير، في ناس بتورث أولادها عمارات وملاك وحسابات بنكية، وفي ناس بتورث تحت العين. فمو معناته هذا الكلام انه لانه كثير ناس بتظن انه ما له علاج، لا، حتى الاشياء الوراثيه فينا نصححها وفينا نحسن. دكتور، على التيك توك بدل يحطوا لنا الفازلين، الفازلين حطوا فازلين، شو وضع الفازلين مع السواد تحت العينين؟ الفازلين الحقيقه لما طلع من زمان كان الوحيد الموجود كمرطب، كبتروليوم جيلي بنسميه. هلا حاليا في عندنا كثير مرطبات طبيه افضل بكثير، وما عندها التأثير اللي هو اللي بنسميه كتير لزج، اللي هو مثل الفازلين. حتى الفازلين مع استمرار طويل ممكن يسبب اسمرار بحد ذاته، فأنا ما بفضله أبدا كمرطب للوجه، ممكن استخدامه لبعض مناطق الجسم، ولكن في أشياء تانية كمرطبات أفضل منه بكتير، وتحت الإطار اللي نسميه ميديكال لاين اللي هو الخط الطبي. دكتور، هلكناك اليوم، أخذناك من عيانينك حيزعل منا، فاليوم بنوقف أول حلقة، والحلقة الجاية حنحكي على العلاجات.